مرحبا واضح، معكم الممثل اللبناني علي سعد. بالنسبة لمسلسل الهيبة، يعني طبعا تم الاتصال فيه من قبل إدارة الإنتاج بالمسلسل وحكيوني بالدور، دور عقيد بقوى الأمن الداخلي بيكون اسمه توفيق ضو. فقبل الهيبة وما بعد الهيبة، وإن الله عطانا عمر بعد 20 سنة، رح كون علي سعد هو ذاته، ما بيتغير. كل اللي بيعرفوني بيعرفوا إني إنسان متواضع، الكبر لله، وإذا أنا بدي أمشي بالطريق والعالم قربت سلمت علي، من عيوني أنا بسلم عليهم، واللي بده يتصور معي من عيوني يجي يتصور معي، لأني بالنهاية إنسان مثلي مثله، واللي بحبك عيب إنك تشوفي حالك عليه، الكبر لله فقط. الشيء السيء اللي كان هو اني انا كل تصويري يكون نص كم، وكنا عم نبرد كتير لانه كنا عم نصور بشهر 1 وشهر 2، وكان اوقات تبقى الحرارة 4 أو 3 وانا لابس نص كم وعم صور خارجي، فكان اسوأ تجربة هي عند البرد، واجمل تجربة ان كنا عايشين كعائلة واحدة بالمسلسل الهيبة. رسالتي للشباب العربي بوجود الانترنت وهالانفتاح على العالم كله، أتمنى عليكم، الانترنت شغلة جميلة جدا، عملت الكرة الأرضية مثل ضيعة، خدوا بس الشيء الإيجابي، الشيء السيء ما تروحوا باتجاهه. رسالتي لألكم، بعيدوا عن المخدرات، بعيدوا عن الممنوعات كلها، كملوا دراستكم وحياتكم إن شاء الله بتكون جميلة جدا، وكل التوفيق للشباب العربي بجميع الطابور.